الكرة عرضية رأسية متابعة الله تاريخنا ليس أكبر طموحنا ليس أصغر ثارنا ما زال يذكر ما زال يذكر هكذا لسان حال مشجع الأتلتيك لسان حال مشجع أتلتيكو مدريد تعادل في الوقت بدل الضايع الكرة العرضية العالية رأسية تأتي والكرة في المرمى عرضية من لوكا ورأسية تأتي وهدف في المرمى ريال مدريد يعدل النتيجة عن طريقك يا روديغر عن طريقك يا روديغر لا يتأخرون مرة أخرى من الذي سجل يا أوبلاك من الذي غير اتجاهها شوف لوكا والعرضية شوف أتلت التاريخي يحاول الكرة تصل والكرة مرة أخرى الله ابن ريال مدريد رجل أتلتيكو الآن رجل أتلتيكو الآن من كان بينهم يقف على الضفة الأخرى يقف على الضفة الأخرى هدية أخرى مقبولة التي والتصويب قد تأتي والإنهاء قد يأتي في هذه الهجمة ريال مدريد سيأتي غوسيلو صغيرا لم يجد الفرصة كبيرا لن يفوت الفرصة نعم بإمكانك وضع بصمتك ولو متأخرا وسنوم غوسيلو يا لعقابك يا مدريد يا لعقابك يا مرينجي يا لعقابك يا ملكي يا لعقابك يا ريال مدريد معكم بكل حظوظه ولا غريزمان يتقدم مستحيل يا رب اتلتيكو ما زال حيا اتلتيكو ما زال يتنفس الهداف التاريخي يختار الليله التاريخيه الاجمل لكي يحتفل يختار الليله الاكبر لكي يعيد تكريم جماهير كرمته قبل المباراة بهدف سيظل يا للوقت يا ديباي يا للوقت يا ديباي يا رباه إن أردت الفوز على ريال مدريد سجل في وقته المفضل اقتلهم في وقتهم المفضل افعلها كما يفعلونها افعلها يا دييغو تنفس يا دييغو احتفل يا سيميوني احتفل يا أتلتيكو المقاتلين المحاربين لاعبي أتلتيكو ليلة الروخو بلانكوس يقلبونها في الأشواق